جريمة بشعة في الأردن، زوج يفقع عيني زوجتي ويفقدها البصر كليا. في جريمة بشعة فقع رجل عيني زوجته متسبب بفقدان البصر كليا في محافظة جرش وفقا لمصدر أمني. وقال المصدر لغد اليوم الجمعة إن الرجل ضرب زوجته إثر خلافات بينهما أمس الخميس قبل أن يفقع عينيها بطريقة وحشية ما أدى إلى فقدان البصر كليا. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وسيتم تحويله للمحكمة.